مساء الخير، ويا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله زي ما انتوا شايفين كده، بصوا شقة عروسة مصرية حلوة جدا. بصوا كده، ده المدخل اهو، المدخل ما شاء الله واسع، جزامة كده وراها المراية. هنا بصوا الريسبشن، في اتنين انتري، في السفرة، الزرع اللي على الجنب ده حلو جدا، اي لمسة فيها حاجة خضرة حتى لو صناعية بتدي روح حلوة للمكان. طبعا كل مكان افضل طبيعي كان يبقى ازرق طبعا ويدي روح طبعا، بس لو هتجيبي بقى نبات ظل. فين بقى لون الحيطة اللي ورا الشاشة؟ واخد من الوان الركنة، التكاوي اللي على الركنة والسجادة، اما يعني فاصل بخشب كده. هنا الكافو كورنر اهو، مكان حلو جدا وتفاصيله كمان حلوة اهو زي ما انتم شايفين. الريسبشن بيفصل الانتري عن السفرة بثلاث سلمات، تفهم انتم شايفينهم دول. هي طبعا العروسة ميالة للالوان الغامقة اكتر من الفواتح، فلو هتلاحظوا ان الخشب معظمه على بني، الانتري البيتي في برضه زيتي غامق. بصوا شايفين الرجافة اللي فوق على شكل العجلة دي، لذيذة جدا. ياريت كده قبل ما نبدأ الفيديو تحطولنا لايك للفيديو، كل أول مرة تشوفوا القناة اشترك في القناة. بس كده السفرة بسم الله ما شاء الله، هي كحلي والسجادة بيشفوا كحلي كده، الستاير كمان سيمبل جدا، عاملة فيصل ما بين الليفينج والسفرة بالخشب ده. السفرة برضه حلوة قوي. هنا الكافي كورنر اهو، ده المدخل اللي بيودي لأوض النوم والحمام والمطبخ، ينفصل لنا كمان بالخشب ده. هو تلاحظوا ان هي مزجة ما بين الحاجات الكلاسيك والمودرن في الخشب بتاعها. بصوا هنا في اوضه لوحدها اهي، اوضه معيشه لوحدها، الاندري عريض شويه عشان يعني يدي راحه كمان في القعده مع الشاشه. هنا دكتور اللي بتودي لاوضه الاطفال، بصوا حلوه قوي قوي الوانها، كمان السراير مش كبيره قد مساحه الاوضه، بس الالوان والتفاصيل حلوه. جبسون بورد من فوق اهو، وده المطبخ يا عم اسود في كافيه. هنا بقى دخلتنا على اوض النوم، على الحمام الاول اسفه، تقفيله تحت الحوض، الارض البلاطه اللي في الحمام من فوق شكلها طيب جدا. لا دي مش اوضه النوم، بصوا كده دي ايه، دي بلكونه كبيره جدا حلوه قوي، لسه كمان هتتفرش، حلوه قوي البلكونه دي، مساحه حلوه جدا تعملي بقى فيها انتري، تعملي فيها قعد عربي زي ما انت بتحبي، لان مساحتها بسم الله ما شاء الله كبيره قوي. ونهايتها طبعا الطرقه الطويله اللي على اوضه النوم والحمام والمطبخ. بصوا بقى هنا المطبخ، ده مطبخ تاني. بصوا كده المطبخ هنا، المطبخ ده انا حبيت اعرضه لكم لان بسم الله ما شاء الله المطبخ تقسيمته حلوه جدا، تفاصيله حلوه. بصوا لو تحسوا ان هو مازج ما بين الكافيه والابيض، وكمان التقفيله كمان للسقف، مستغل كل جزء في المطبخ.
لو عاوزين اسيب لكم كمان العنوان بتاعه والصفحة بتاع المطابخ دي اسيبها لكم. دايما انا بقول كل ما كان فيه امكانية عندك تستغلي كل جزء في المطبخ بيكون افضل اهو. المطابخ اللي عجباني جدا افكار فكرتها كمان هو بيطلعها هنا. بصوا لو انت عندك كذا جزء بتطلعه دخلي كده في نفس الاتجاه. الفكرة لأي حد عاوز ينفذ مطبخ يعني. انا حبيت اجيب لكم الفيديو ده لان بصراحه من الحاجات اللي عجباني جدا في تقسيمه المطبخ. انا شايفه ان هو مستغل المطبخ جدا. تأمير للمطابخ اهو، رقم التليفون بتاعه موجود تحت، والسجود اللي تحت الحوض بتاع الفرش والحاجات تحت الحوض. طبعا ده دولاب النظافه اهو، شوف كمان بيشد بالطريقه دي. دايما بفضل الحاجات اللي فيها استغلال للمساحات والباسكت. بصوا بقى كمان هنا انك ترفعي ده عشان ما تضايقكيش وانت بترفعي، وتطلع من الدرج اللي تحت على مساحه حلوه جدا ومستغل كل جزء. ده الركن اهو، ده ركن اركنه هو مستغله، شايفين عامل ازاي من جوه مقفله صح، عامله زي كافي كورنر كده. برضه حلوة جدا. عايزاكم تقولوا لي كمان اكتر حاجة رأيكم في المطبخ ده، لان بصراحة من المطابخ اللي انا حاسة ان هو مستغل كل جزء في المطبخ. الادراج العميقة دي انا بحبها جدا لان بتاخد حاجات كتيره جدا، ممكن تحطي بقى كل الحلل بتاعتك والصواني فيها من غير ما تشيلي بقى وتحطي يبقوا فوق بعض بالطريقه دي. كمان عامل تقفيله فوق الشطاط، ودي مش دايما بلاقيها في المطابخ. انا كمان ممكن اخزن اللي فوق. في ناس هتقول لي المسافه فوق مرتفعه قوي، بس انا في حاجات يعني اول الجواز مش بستخدمها خالص، او حاجات دايما عندي استخدامها قليل، بفضل انها تتحط وحط حط. بص حلل الضغط والحلل الكبير قوي اللي العروسه مش هتستخدمها في الاول. وكمان بقى كل البهارات هنا. التصدي حلوة جدا جدا اهو، بدل ما تحطهم فوق بعض برضو. هنا التربو هو كمان قافله، بس عامل فتحات في الباب عشان التهوية. معظم التربو اللي بشوفه ما بقاش مقفول بقى مفتوح، لكن هو هنا قافله وعامل الباب بتاعه فتحة للتهوية. بسم الله ما شاء الله مطبخ حلو جدا جدا. صفحتهم يا جماعة مكتوب على الفيديو ها. انا شخصيا شايفه ان المطبخ لو كبير مش العروسه ممكن ما تحتاجش النش لو بالتقفيله دي وبالنظام ده. ده طبعا بتاع المعالق والشوك والسكاكين منظم جدا اهو. خوط المطبخ بصوا دي برضه حلوه قوي لكل الصواني. جنب لوحدها مش مضايقه المطبخ، بس بتحافظ لي على كل حاجه تبقى في مكانها. يا رب ان شاء الله فيديو النهارده يكون عجبكم. شوف رايكم في المنتجات خاصه في نظام المطبخ ده. علاقات كتير منكم الفيديو. نقول السلام عليكم ورحمه الله.